مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: المصريون تحملوا قسوة الإجراءات الاقتصادية. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي والدولار يتراجع. رسالة من الداخلية لسائقي الميكروباص. جمعة الغضب في قطر. وإليكم تفاصيل النشرة. المصريون تحملوا ما لا يقدر عليه الآخرون، هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مشيرا إلى أن الشعب المصري يسعى إلى تغيير واقعه بإجراءات اقتصادية كان يصعب على شعوب كثيرة أن تتحملها، لكن المصريين تقبلوها بكل ثقة رغم قسوتها اقتناعا منهم بأهمية الاستقرار وتحمل تكاليفه. من جانبه أشاد رئيس الوزراء المجري بجهود القاهرة في مكافحة الإرهاب مؤكدا إن استقرار مصر استقرار لنا. ارتفاع الاحتياطي النقدي، حيث أعلن مجلس الوزراء عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 32 مليار دولار، وهو أعلى رصيد منذ عام 2011، مضيفا أنه من بين المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة انخفاض عجز الموازنة ل 10.8% مقابل 12.5% العام السابق، وانخفاض نسبة التضخم في نوفمبر القادم، مما سيؤدي إلى رفع الأجور وتوفير فرص عمل بدخل أفضل. والدولار يتراجع، حيث أوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بمتوسط 9 قروش اليوم الاثنين يرجع لتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من عملاء البنك الأهلي، إضافة إلى شراء البنك لفوائض العملات الأجنبية من البنوك المصرية، مضيفا إن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات ارتفعت إلى أكثر من 9.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن. الداخلية تواجه السائقين المخالفين، حيث أكد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إنه سيتم إلغاء خط السير لسائقي الأجرة المخالفين لتعرفة الأجرة والغير ملتزمين بالأسعار الجديدة المقررة عقب تحريك أسعار الوقود، مضيفا أنه توجد حملات مرورية مكبرة تستهدف السائقين وسؤال الركاب عن التعرفة ومدى التزام السائقين بها، مشيرا إلى أن معظم السائقين ملتزمون بالتعرفة الجديدة باستثناء عدد قليل ويتم التعامل معهم وفقا للقانون. قواتنا المسلحة تواصل ملاحقة الإرهاب، حيث أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط عنصرين شديدي الخطورة خلال عملياتها بوسط سيناء، موضحا أنه تم كذلك ضبط عربة نقل محملة بكمية من قطع غيار الدراجات النارية ومحركات لنشات يشتبه في دعمها للعناصر التكفيرية. جمعة الغضب في قطر، حيث تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وبوسترات تم تصميمها من جانب معارضين للنظام القطري تمهيدا لتنظيم تظاهرات حاشدة تنطلق الجمعة المقبلة بالدوحة للمطالبة برحيل تميم بن حمد، فيما دعت حركة أحرار قطر المعارضة لنظام الدوحة على صفحتها بموقع تويتر للمشاركة بكثافة في الفعاليات الاحتجاجية تمديدا بما يقوم به النظام تحت مسمى جمعة الغضب، مطالبة جميع القطريين بالنزول لإسقاط النظام. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.